السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: اختتام جلسات الحوار التمهيدية بنواكشوط، والوزير الأول يقول إن الحكومة ملتزمة بتطبيق التوصيات التي خرج بها المشاركون. موريتانيا وجمهورية الصين توقعان 6 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة على هامش اختتام المنتدى العربي الصيني. ورحيل المصور الموريتاني محمد العبد الله بعد صراع مع المرض، تاركا ارشيفا من الصور يؤرخ لحقب تاريخية متعددة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. اختتمت بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط يوم أمس جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل، وأوصى المشاركون في ورشات اللقاء بتنظيم الحوار في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، فيما يتوقع مراقبون أن تقدم الحكومة خلاصات اللقاء إلى أحزاب المعارضة. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. إسدال الستار على جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل بعد أسبوع من انطلاقتها في 7 من شهر سبتمبر الجاري بحضور أحزاب وشخصيات معارضة ومنظمات مجتمع مدني، مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية منوعة. يقول المشاركون في اللقاء التشاوري إنها نوقشت من لدن نخب سياسية واجتماعية مختلفة المشارب نجحت في التوصل إلى نتائج هامة. كانت كذلك شاملة لأنها شملت الحكامة السياسية والحكامة الاقتصادية والحكامة الاجتماعية بما طرحت من طرح في ذي الورشة الليرية. إذن نقول أنها كانوا ناجحين، وفقوا فإنهم قدوا يعودوا ناجحين. البيان الختامي للقاء التشاوري طالب بعقد الحوار الشامل في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، داعيا إلى توزيع خلاصات الورشات وإطلاع كافة الطيف السياسي على ما توصلت إليه النقاشات. مناشدة جميع الأقطاب السياسية الفاعلة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المرجعية في البلد أن تتداعى إلى هذا الحوار الوطني الشامل الذي سيكون فرصة لمشاركة الجميع في بناء الوطن. ثالثاً، دعوة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الحوار في الآجال المقترحة. الوزير الأول يحيى الحدمين قال في كلمة اختتام اللقاء إن حكومته تتعهد بتطبيق التوصيات التي خلص إليها المشاركون، مؤكداً أن التحضيرات لإطلاق الحوار الشامل سوف تبدأ في أسرع وقت، وأن باب المشاركة في الحوار مفتوح أمام الجميع دون شروط مسبقة. فلتكونوا على يقين بأن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزامها التام بالأخذ بما توصلتم إليه من أفكار ومقترحات قيمة، ولكم عليها أن تكون عند حسن ظنكم وأن توفر كل أسباب نجاح الحوار الشامل الذي ألححتم على انعقاده في أقرب الآجال. نتائج اللقاء التشاوري الذي غابت عنه كتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي الديمقراطي وكتلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يتوقع مراقبون أن تقدمها السلطة إلى القوى المعارضة كورقة للمناورة باعتبارها خلاصة نقاشات شاركت فيها أطياف سياسية واجتماعية مختلفة قبل إطلاق الحوار الجديد في غضون أسابيع وبمن حضر. تتباين الرؤى بشأن مخرجات الأيام التشاورية الممهدة للحوار السياسي في موريتانيا، إذ يرى بعض المشاركين في فعاليات هذه الأيام أنها لم تشكل إضافة نوعية في التأسيس للحوار، ويأخذ بعض آخر على أحزاب المعارضة المقاطعة أنها فشلت هي الأخرى في إطلاق دينامية موازية للحوار توضح الاختلال البنيوي المتأصل في الممارسة السياسية واقتراح حلول لها. نتابع تفاصيل أوفى ضمن هذا التقرير. تيه جديد للتشاور والحوار،
فلا مخرجات ولا رؤية تفتح الآفاق على مدى أوسع، ذلك ما يستشف من الأحاديث الجانبية لما يوصف بالأيام التشاورية الممهدة للحوار في قاموس الأغلبية، وما يوصف بمهزلة الحوار الأحادي حسب قاموس منتدى المعارضة. ويعلق أحد المشاركين: لم أخرج بشيء يذكر، فما تزال نفس التصورات والمعسكرات على حالها، لم يتبدل أي موقف، ونتائج المنخرطين من المعسكرات الأخرى في هذه الأيام جد ضئيلة ولا تشكل إضافة لموقف الأغلبية المتحفز لاستقبال أوامر يتم تقديمها على لائحة المقترحات المنتظرة لتحويلها إلى مخرجات للحوار. المراقبون يعتبرون التشاور كان باهتاً ولم يستقبل أفكاراً خلاقة حتى من ناحية التكتيك لإضفاء لمسات سياسية كان ينتظر أن يكون أحد الأطراف باغت بها خصمة. النقاش ظل يدور حول فكرة الحوار وتغيير الدستور إما بشكل فج وصفيق كما هي عادة الموريتانيين منذ أيام هياكل تهذيب الجماهير، فكل ما يمت لتأييد استدامة الرئاسة وتأبيدها يعبر عنه بأساليب الخطاب الصفيق بكل السبل. وحد من فاعلية النقاش غياب وجهة النظر الجادة لدى أحزاب المعارضة التي فضلت الإحجام عن اللغو في الحوار حتى لا يتم تهجين الرفض المناضل لمناورة تغيير الدستور من أجل بقاء شخص الحاكم. أما تقييم الممارسة الحالية للنظام والمؤسسات وفحص إمكانية تطويره عبر المقارنة مع أنظمة أخرى والدخول في تقديم مقترحات جادة لمعالجة الاختلال البنيوي في المؤسسات السياسية الوطنية بكل أبعادها فقد ذهب أدراج الرياح نتيجة رفض الرافضين وغثائية أو فطير رأي المشاركين من حثالات المصفقين. ويلاحظ مراقب ثالث أن المقاطعين كان يمكن أن يكونوا أكثر إيجابية واهتبالاً لفرصة تركيز الرأي العام الوطني على الإعلام وتقديم كشوف توضح مكامن الفشل ومخاطر سياسة الهروب للأمام وتجاهل الإشكالات البنيوية التي تؤثر سلباً على عيش ونمط الحكامة المستمر منذ عقود والذي وصل في الانحراف مستويات غير مسبوقة كما يقولون دائماً في خطاباتهم. أسدل الستار إذن على التشاور وعلقت الأنظار مجدداً على حوار يراوح مكانه منذ سنة تقريباً دون أن يصل لأي نتيجة. إلى شأن منفصل، حيث وقعت موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية 6 اتفاقيات تشمل مجالات مختلفة، من بينها الإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، إضافة إلى تعاون في مجالات اقتصادية وفنية ومنح أدوية خاصة بمكافحة الملاريا وإرسال بعثات طبية صينية. جاء ذلك على هامش الزيارة التي أداها الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز لجمهورية الصين الشعبية، حيث شارك في المنتدى العربي الصيني. شكا أصحاب مكاتب لابتعاث العاملات الموريتانيات إلى المملكة العربية السعودية مما قالوا إنها إشاعات غير صحيحة أضرت بسمعتهم، مؤكدين أن إجراءات سفر العاملات تتم بطرق قانونية بحضور محام وموثق وكفيل، ونفى العاملون بهذه المكاتب في مؤتمر صحفي بنواكشوط عقدوه لتوضيح ظروف العاملات الموريتانيات بالسعودية نفوا الاتهامات التي توجه إلى مكاتبهم في موريتانيا. نعدل الإجراءات، أولا نعدل الفحوص، نطب شفاء ولا كلينيك شفاء، إذا رأيناها سليمة بالفحوص نعدل لها شنقالو بطاقة جواز كي تقريبا الباسبور، هنا نعدل لها الباسبور نعدل لهم اللي يعني مشوا الناس عن مشوا إقامته وماشي لهم كونترا تقريبا سنتين وقاعد بمحامي وقاعد بموثق وقاعد كذا هي كي تقريبا زوجها ولا اخوه، وهاي هو الاجراءات اللازمه اللي نعدو الناس اللي نمشوا بيه نحنا ما انا ضحيه هنايتنا بناتنا واخواتنا واخوتنا نمشوهم للهلاك. رحل المصور الموريتاني محمد العبد الله بعد صراع دام أشهرا مع المرض، تاركا خلفه إرشيفا من الصور يؤرخ لحقب تاريخية من عمر الدولة الموريتانية، ظل خلالها حريصا على مرافقة الكاميرا حيث كانت مصدر عيشه الوحيد.
عمل والمحمد مع صحف موريتانية عديدة وغطى أحداثا سياسية واجتماعية عديدة، لكنه مرض في صمت ورحل في صمت مطبق. نتابع. المصور الموريتاني محمد دول عبد الله يرحل إلى مثواه الأخير بعد فترة من الصراع مع المرض جعلته يظل طريح الفراش بعيدا عن امتشاق آلة تصوير ظلت ترافقه عقودا طويلة من الزمن. أرخ للعديد من الأحداث والمناسبات التي تلاحقت طيلة العقود الأخيرة من عمر الدولة الموريتانية، ظل يحتفظ بجزء كبير مما التقطته كاميراه التي كانت وسيلة عيشه الوحيدة. قليلون هم من تذكروا الرجل حينما أرغمه المرض على الجلوس وحيدا في بيت نائي بأحد أحياء العاصمة نواكشوط، بيت يسخر بصور من حقب سياسية مختلفة شهدت على أن الرجل وكب تلك الحقب وأرخ لها. صحف وجرائد عديدة عمل معها الراحل محمد دول عبد الله التقط لها صور أحداث سياسية واجتماعية مختلفة أكسبت الرجل علاقات واسعة في المحيطين السياسي والصحفي، لكن تلك العلاقات لم تجدي له الكثير، حيث تخلى عنه من كانوا يتسابقون إلى الجلوس في الصفوف الأمامية من أجل أن يلتقط لهم صورا، وأضنت بعض الصحف حتى عن كتابة خبر عنه حينما ألم به المرض. رحل الرجل ولم يشرفه لا شك الانتساب إلى مهنة كان أحد ضحاياها المتخلى عنهم، رحل ولم يترك سوى صور وبقايا أدوية كان يعجز عن توفير مصاريفها. وضع قد لا يبعث الصغار في البيت على مزاولة مهنة تتخلى عن روادها في اللحظة الحرجة، عرفت عنها المتاعب قديما وحديثا أضحى يعرف عنها أنها المهنة التي لا تشفي من المرض. رحم الله المصور الراحل محمد والعبد الله. بذلكم مشاهدينا الكرام نصل نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها اختتام جلسات الحوار التمهيدية بنواكشوط، والوزير الأول يقول إن الحكومة ملتزمة بتطبيق التوصيات التي خرج بها المشاركون. موريتانيا وجمهورية الصين توقعان 6 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة على هامش اختتام المنتدى العربي الصيني. ورحيل المصور الموريتاني محمد والعبد الله بعد صراع مع المرض تاركا ارشيفا من الصور يؤرخ لحقب تاريخية متعددة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.